كل إنسان يولد ولديه أهداف، ومن الذكاء تحقيق أهدافك بتميز. ولتحقق أهدافك بتميز يجب أن يكون هناك برنامج أساسه العلم، وأساس العلم متميز دائما في رياض ومدارس مجموعة ثلاثية الذكاء الدولية. اليوم راح نعرفكم على روضة الهدف التربوية الحديثة وروضة الأطفال المتميزين. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم من جديد في حلقه جديده من برنامج الذكاء. الذكاء هو برنامج يختص برياض ومدارس مجموعه ثلاثيه الذكاء الدوليه، واليوم راح نحكي احنا وياكم عن روضه الهدف التربويه الحديثه وروضه الاطفال المتميزين. وباسمكم جميعا نرحب بالمديره المميزه المس دعاء الزبن. مس دعاء اهلا وسهلا فيك. يا ميت اهلا وسهلا فيك. كل احترام والتقدير، وسعيدين دائما بتواجدك معنا. والله انا اللي سعيد بشوفه حضرتك. كل الاحترام. مس دعاء، مجموعة ثلاثية الذكاء المباني المنفصلة ما بين المدارس وبين رياض الأطفال. رياض الأطفال، فشو بفرق مبنى المدارس عن مبنى رياض الأطفال؟ هلا الفكرة أنه أنت بتحكي عن مرحلة رياض الأطفال، يعني أنت بتحكي بعمر 4 لـ5 سنوات. انت اكيد عارف انه المرحله العمريه اللي بتغطيها رياض الاطفال، احنا عندنا بري كي جي 1 كي جي 1 كي جي 2. يعني البري كي جي 1 بتحكي بعمر 3 سنوات ونص للـ4 سنوات، او الكي جي 1 4 سنوات، كي جي 2 5 سنوات. فانا بحكي بلاحظ بمرحله عمريه كثير صغيره. هلا فرق المباني، السيفتي رولز بتكون اعلى في رياض الاطفال. بالضبط. يعني خلينا نحكي من البدايات، كأرضية، كساحات، كمباني، كغرف صفية. زي ما أنت شايف الأرض أو الساحات الخارجية كلياتها مفروشة ترتان أخضر، الأراضي في الغرف الصفية كلياتها باركيه، يعني أرض مطاطية. كسيفتي رولز بتكون أعلى. حتى الألعاب الموجودة هون يعني بتختص بمرحلة عمرية صغيرة، مش مثل مدارس. صحيح. يعني سوري، بتكون صف أول وإطلاع. صف أول نوعا ما واعي شو يعني أنظمة وكذا، لا، رياض الأطفال بدها لعب أكتر، بدها أشياء بتلفت النظر، بتخطف البصر أكتر. فإذا لاحظت بتلاقي ألعاب ملونة كلياتها بلاستيك مقوى. هذا الفرق. يعني أنا بحكي كسيفتي رولز وكترفيه وألوان، يعني بده يكون في تنوع أكتر لمرحلة رياض الأطفال. يعني بدنا نحكي إنه السيفتي أعلى من جميع النواحي. طبعا، يعني بده يكون الطفل بيتحرك بطريقة، يعني عمر 4 سنوات ممكن يركض بطريقة معينة، لا قدر الله وإن صار وقع على الأرض بتكون الأرض مطاطية محمية، ما بتكون هذيك التأثير القوي. لكن في المدارس مثل ما شفت حضرتك، لا، الساحات ما بتكون مفروشة زي ما هي مفروشة برياض الأطفال. حتى كتغطية كاملة، كمراقبة بالكاميرات، فإحنا الرقابة على رياض الأطفال أعلى. جميل. يعني رقابة مربوطة بالداخل، الروضة مربوطة كمان في غرفة المتابعة. يس، بالضبط، غرفة السيطرة بتغطي الروضة كاملة، كغرف صفية، كساحات، كساحة رملية، كملاعب، حتى الساحة اللي بيتناول فيها البريكفاست برضو بتكون مغطية ككاميرات ومفروشة ترتان أخضر. جميل جدا. برضو بنطمن للأهالي إنه السيفتي عندنا مش بس داخل الروضة، حتى خارج حتى في الحافلات. مزبوط. يعني أحكي لك شغلة، في رياض الأطفال وحتى في مدارسنا في مرافقة الجولة موجودة، سلم واستلم باليد، كونه رياض الأطفال مرحلة كتير حساسة. يعني باتصال هاتفي بتم تسليم واستلام الطفل، عدا عن أن الحافلة نفسها مشبوكة بالجي بي اس تراكينج سيستم كسرعة ومسار. يعني أكيد تعرف كتاكيت صغار، يعني في صراحة في الحافلة حتى جلوسهم بيكون، بنفضل دائما خلينا نحكي بآخر حافلة بالباص، بآخره مش بالأول، مش بالمقاعد. دائما المقاعد الأولى عندنا فاضية في رياض الأطفال، يعني أنا بحب تكون قعدتهم لورا شوي، كسيفتي رولز بتكون أعلى. طب مس دعاء، أنت ذكرتي إنه خلال اتصال هاتفي استلام التسليم، لو أهل ما كانوا موجودين والأهل ما استلموا الطفل، شو الآلية اللي بتتبعوها؟ هلا صراحة إحنا عن توقيع كونتراكت الطفل، عن تسجيل الطفل، بيكون هذا من البنود الموجودة بعقدنا، إنه إحنا باتصال هاتفي قبل ما نوصل البيت بصير في اتصال هاتفي عشان مامته، والدته، المربية تبعيته تستلم الطفل. في حال ما صار رد على الهاتف بيرجع الطفل لرياض الأطفال وبيتم تسليمه من الإدارة الرئيسية. يعني هذا الإجراء اللي إحنا بنتخذه صراحة. جميل جدا. ذكرتي لي إنه في بري سكول، بري كي جي 1 بري كي جي 1 كي جي 1 وكي جي 2. طبعا أكيد بفرق مستوى التفكير عند الأطفال بري كي جي 1 والكي جي 1 والكي جي 2، فآلية التعامل مع الأطفال هتكون جدا مختلفة من ناحية كادر، من ناحية منهاج، من ناحية أسلوب تدريس، أسلوب التعلم. يعني باختصار، ما بدنا نطول على هذا الموضوع، إنه كيف آلية التعامل مع الأطفال خاصة في بداية دوامهم في داخل الروضة؟
يعني يكون شيء جديد عليه بس. هلا رياض الاطفال حتى خلينا نحكي اول شيء بشكل عام رياض الاطفال تختلف عن المدارس. رياض الاطفال بقلب الروضه نفسها كي جي 1 يختلف عن عمر الكي جي 2. هلا خلينا نحكي ابلش لك بالجنرالي وبعدين نخصص تحديدا رياض الاطفال. هلا بالمدارس الطفل بيكون جاي مهيئ في مرحله قبل، يعني فايت روضه وجايك على مدرسه في عنده فكره شو يعني غرفه صفيه، شو يعني تعليمات، شو يعني انظمه. الطفل في مرحله رياض الاطفال مرحله كثير مهمه صراحه، تسقل شخصيته، بتعزز ثقته بنفسه، بده ينتقل على هو بيكون ببيئه مغلقه عند مامته والبابا بالبيت، بعدين بده ينتقل على مجتمع فيه اطفال بده يحتك، فبتبلش شخصيته بدها تتكون، فالمرحله كثير مهمه. هلا بدي ابلش من المعلم، الدور الاساسي انا المعلمات والاطفال اللي بيكونوا موجودين في الروضه خلينا نحكي بتقدر المس تتعامل معهم لما بتكون تخصصها تربيه الطفل او رعايه الطفوله مبكره، لانه كل طفل في هاي المرحله له مفتاح، مفتاح الطفل بيكون بإيد هاي المس. هاي المس إذا ما كانت ضمن تخصصها رعاية الطفولة مبكرة أو تربية الطفل، فصراحة هدول يعني هدول التخصصين اللي أنا بختارهم لرياض الأطفال. خلينا نبلش شو يعني رعاية الطفولة مبكرة وشو يعني تربية الطفل. بتكون قادرة تتعامل مع الطفل في المراحل الأولى. الطفل بيجيك بالأول بدك تتعامل معاه كشخصية، بدك تحسسه بالأمان، فالمس رح تكون يعني زي كأنه هو أمه الثانية في الروضة. في أول يوم دراسة أنت بتعرف كيف بنستقبل الأطفال، يعني زي بقولوها دادي لسه هو طالع لأول يوم، شايف ناس جداد بيئة جديدة، فبتصيبه زي تشوك هيك زي صدمة، لازم يلاقي مس كتير لطيفة بتتعامل معاه بلطافة تحسسه شوي بشعور الأمان. هاي الخطوة الأولى. هلأ بعد هيك بس نبني شعوره بالأمان تنزرع عنده الرغبة في حب المكان، هو رح يحب الروضة بعدها. هلا بتبلش عندنا التفاصيل الثانيه، انه الكي جي 1 بدنا نشتغل عليهم شوي شوي اكاديميا، بدنا نشتغل على تقويه اطراف الاصابع، بده يصير في تعزيز لثقته بنفسه، يبلش الطفل يحتك، يحكي، ناقش، يصاحب، يقعدوا هيك جروب مع بعض. هاي كلياتها شغل المعلم. يعني انا بدي احكي لك هي مرحله كثير في رياض الاطفال، بس اللي بيفرق بالكي جي 1 عن الكي جي 2، الكي جي 1 مرحله تحضيريه، يعني احنا بنبلش نشتغل عليه من ناحيه تقويه اطراف الاصابع، في عنا كرات مطاطية بالضبط، يعني الألم خلينا نحكي بعد مرحلتين. إحنا بالأول بنشتغل معهم كرات مطاطية بتقوي أطراف الأصابع، بعدها بنشتغل معهم معجون، بنشتغل بالرمل، هو بيكون أوريدي بياخد اللترز وبياخد النمبرز، بس ببلش يرسمهم على الرمل لأنه بتكون لسه أطراف الأصابع عنده مش بمرحلة قادر يمسك فيها الألم، ولو مسكه بتكون مسكته كتير رخوة، يعني ما بتكون كتير قوية، فإحنا بنشتغل معهم هيك بعدين بيمسك الألم. هلأ في مرحلة الكي جي 2 اوريدي بدنا نفترض انه مرق بهاي المرحله، فصار بيمسك الالم على طول، يعني بنرجع بنعمل ريفيجن للكي جي 1 مثلا فور اكزامبل النمبرز من 1 تو 10 وبيكمل ل 20. هلا لا في طلاب بيجوني مو فايتين كي جي 1، بضطر اتعامل بحالات فرديه مع الطفل اللي مو فايت كي جي 1 وكانه بشكل فردي وجهد يعني مبارك للمس انها تمسكه بشكل فردي وترجع تعمل له المرحله التحضيريه اللي ما اخذها من قبل كانه كي جي 1 بالضبط، كانه كي جي 1، يعني بيكون في زي شغل المجموعات، بتحط الاطفال اللي ما فاتوا كي جي 1 في مجموعه معينه وبتشتغل معهم قبل ما نشتغل بالكي جي 2 اللي اصلا اوريدي بيكون عارف يمسك الألم. فصراحه انا لو بدي اشرح لك كيف احنا بنتعامل معهم هو يعني مراحل كثير تحضيريه، يعني الموضوع هو كبير مش سهل الناس انه التعامل مع خاصه مع الاطفال. اهم المراحل اللي فعليا الناس بتغفل عنها مرحله رياض الاطفال، يا الله شو لها دور بتكوين شخصيه الطفل عن جد بنتاجه الاكاديمي، حتى الشخصيه الكاركتر طريقه الكلام الاسلوب وقفته على الاذاعه. الطفل اللي بيدخل رياض اطفال بيطلع لك مدرسه مختلف كليا عن الطفل اللي بفوت دايركت على المدرسه. جميل جدا. بالنسبه للمنهاج طبعا منهاج مختلف تماما عن منهاج المدارس، فكيف اليه التعامل بالمنهاج خاصه مع مرحله كي جي 1 مثل ما حكيت تحضيريا، والكي جي 2 هو تاسيس لما قبل المدرسه. هلا شوف الطلاب اللي بيكونوا من ضمن نطاق مجموعتنا، فاحنا مناهج الروضه تحضيريه لمنهاج صف اول. يعني هلا انت بتعرف انه مدارسنا عندها مواد اضافيه، يعني بتطرح مناهج الساينس، بتطرح مناهج الماث، المنهاج موجود عنده كلغه انجليزيه منهاج اوكسفورد.
هلا في مرحلة رياض الأطفال بهمني أنا أكون مهيئته نفسياً إنه في عندك هاي المواد. فإحنا إكسترا عدا عن المناهج الموجودة، يعني هو بياخد رواد الإيمان، بياخد رواد العلوم، بياخد مادة لغة عربية، بياخد تربية إسلامية لغة إنجليزية. في عندي مواد إكسترا، يعني أنا لما بكون عارفة إنه ابن الروضة بده يطلع على صف أول بده ياخد مادة ساينس، فحلو أنا برياض الأطفال لو ما في كتاب ساينس إحنا عاملين دوسية بيكون فيها scientific expressions لمرحلة رياض الأطفال. يعني هي بتحتوي على أشياء ممكن تساعده بالديلي لايف، vegetables، fruit، the five senses، the animals، the plants. هاي المسميات بتحضره لصف أول. نفس الوقت برضو في عنا مادة القرآن الكريم، برضو إحنا بصف أول في عنا قرآن كريم أخلاقيات تعامل برضو برياض الأطفال غير مقرر. التربية الإسلامية برضو في مادة قرآن كريم، يعني القرآن صراحة بنشط الجزء الأيسر عند الطفل فبصير الحفظ عنده أسرع، فبرضو موجود في مرحلة رياض الأطفال. نيجي لموضوع كتير مهم، موضوع اللغة الإنجليزية برياض الأطفال. منبلش نعلمهم إنه في instructions و directions تكون باللغة الإنجليزية من هو في الروضة. فخلينا نحكي بتكون dialogues كتير قصيرة، بنعلمهم أشياء باللغة الإنجليزية. لو طلع على صف أول يكون في عنده background من قبل، يعني الأسئلة what's your name، how old are you، كيف يطلب يطلع على التواليت، كيف يطلب يشرب ماء. هاي الأشياء برضو بنشتغل عليها برياض الأطفال. يعني إذا أنا بطلع بحكي جملة كاملة أو بيحاول يحكي وبيحاول يرد على السؤال أنت معطي. حتى الألوان هم برياض الأطفال كل الروضات بتعطي اللون، بس للأسف ما بنعطي كيف أسأل عن اللون. يعني أنا ما بهمني يعرف إنه رد أحمر، أنا بهمني لما أسأله what's this color يقدر يجاوبني، يفهم كيف بسأل عن اللون، أو مثلا لما بسأله what's this يقدر يعطيني الجواب. هذا بنشتغل عليه برياض الأطفال. عدا عن هيك خلينا نحكي برضه شوي بنشتغل على الشخصية، بأنه برياض الأطفال في عنا برودكاست بروجرام، برنامج إذاعة مصغر، يعني عندي الروضة وكأنها مدرسة صغيرة. هلا كتير روضات ما بتعمل برنامج إذاعة للطلاب، إحنا لو فتت على صفحاتنا في الروضات طلاب الروضة بيوقف بيعمل teacher's role، يعني بيعمل دور المس، بيمسك وبيحكي لهم يلا أماما، بيعمل كأنه هو التيتشر تبع الطلاب. كل يوم بيتناوب طفل على هذا الموضوع، فهو بيتعلم مسكة المايك والوقفة قدام، صراحة قدام مجموعة كبيرة من أطفال من معلمات. هذا بيعزز دور ثقته بنفسه، بصير شخصيته أقوى. أكيد شخصية تنعكس على شخصيته إيجابياً يعني المستقبل. طبعاً أكيد بصير يعني قادر. صراحة بيجوا عنا طلاب خامس وسادس بخاف يوقف يحكي كلمة على الإذاعة. لما متعود الطفل من عمر 4 أو 5 سنوات بيكسر الرهبة والحاجز، ما في عنده حاجز بالضبط، أو ما في حاجز اللي إنه بالعكس بيصقل شخصيته، تكون شخصيته قوية جداً. أساليب التعلم، يعني أساليب التعلم مع الأطفال تفرق تماماً عن أساليب التعلم داخل المدرسة. يعني مرحلة عمرية مختلفة، أوسع طريقة أو استراتيجية بنتعامل فيها. قلت لك يمكن قبل هالمرة أنا كتير بهتم بموضوع التعلم النشط، والتعلم النشط بيندرج تحتيه باب التعلم عن طريق اللعب. يعني في من جهة ما بدي أحكيك إنه إحنا معتمدين نظام المونتسوري، لا، إحنا بنستخدم أدوات موجودة في نظام المونتسوري وبنوظفها في عرض منهاجنا. بنعلم عن طريق اللعب، بنعلم عن طريق المجموعات، بنعلم باستخدام المواد المحسوسة، بنعلم عن طريق التمييز البصري. فأنا عم بعطيك يعني موجز صراحة، موضوع كتير يعني هو تطبيق عملي، ممكن أنت تفهم أكتر ما أنا أقعد أشرح لك إياه. أنت رح تشوفه تلمسه في ابنك، بس ما رح أقدر أغطي لك إياه ككلام. يعني بعيدا عن أسلوب التلقين أو تعليم التلقين اللي صراحة بالعصر اللي إحنا فيه هلا، عصر التكنولوجيا، صعب كتير إنك أنت تخطف انتباه الطفل بمادة التلقين. صحيح. يعني بكل هاي المغريات الموجودة وعصر التكنولوجيا هلا، صار أنت إذا بالاستراتيجيات هاي يدوب بتشد انتباهه. فلا، بدك أساليب وطرق تقدر تشد انتباه الطفل فيها، فلازم يكون في تعلم عن طريق اللعب. دعاء اهلا وسهلا فيك من جديد، وكل جانب اكاديمي اكيد فيه له جانب ترفيهي سواء داخل المبنى او خارج المبنى ضمن النشاطات. خلينا داخل المبنى، الله يرضى عليك، في مرحله رياض الاطفال خلينا داخل المبنى. داخل المبنى هلا صراحه في نشاطات، في رحلات خارجيه، في زيارات لمراكز ثقافيه. بالضبط، بس انا خليني احكي في مرحله رياض الاطفال، يعني سوري قاطعتك. لا مش انا الموضوع عندي كثير سنسيتيف، يعني كثير بخاف عليهم من ناحيه يعني رياض اطفال. لو مدارس ما عندي مشكله، هلا في مرحله رياض الاطفال
زي ما انت قلت كل مؤسسه تربويه في لها جانب اكاديمي وجانب ترفيهي. انا ما عندي مشكله كل يوم خميس في لهم اوبن داي، في لهم اكتيفيتيز جوا الروضه. جميل. يعني ممكن اخلق لهم اي نشاط يعني ترفيهي داخل الروضه، او حتى اذا بدي انقلهم لمكان تاني فانا صراحه بضل ضمن المجموعه. يعني اذا بدي انقلهم من الروضه لزياره خارجيه وهيك بوديهم على مدينه الالعاب المغلقه اللي تابعه لمجموعه الذكاء الدولي اللي هي البيبي جيمز، صراحه لاني بامن هم نفس السيفتي رولز. يعني انا عارف الكوادر الموجوده هناك هي ماشي على نفس السيستم اللي انا ماشي عليه في مرحله رياض الاطفال، لكن انت بتحكي بعمر 4 أو 5 سنوات انا بكون كثير صراحه متوتره وخايفه انه انا انقلهم من مكان لمكان مفتوح او زياره خارجيه او اي نشاط ترفيهي خارج في هاي المرحله. يعني بكتفي داخل الروضه او في مدينه العاب ملحقة في رياض أطفالنا ماشي على نفس الآلية اللي أنا شغالة فيها كسيفتي رولز هون. وحتى برياض الأطفال الموجودة يعني لما بدي أطلعهم لمدينة الألعاب برضه بموافقة خطية من ولي الأمر وبإشعاره من قبل بوقت أنه أنا ابنك رح أنقله من هذا المكان لمكان ترفيهي برضه داخل الزرقاء، داخل محافظة الزرقاء، يعني تابع لنا طبعا. ما بقدر أحركهم إلا بموافقة وإشعار خطي من ولي الأمر أنه هو معطينا الأوكي أنه أنا بدي ابني ينتقل. لكن صراحة أنا مني وعلي أنا شخصيا لا ابدا انشطه خارجيه للطلاب. اوقات على عيني ممكن يكون في نشاط انا بدي اطبق مثلا موسم قطف الزيتون كذا، وبكون كثير يعني كثير حريصه انه المكان اللي ما اخذتهم على مكان كثير امن، في عندي كوادر كافيه تغطي حركه الطلاب، ولي الامر مرتاح نفسيا للمكان اللي رايحين عليه. لكن احكي لك كانشطه خارجيه فانا بصراحه ضد. جوا الروضه كل خميس عندنا اوبن داي، بعمل لهم انشطه هون، العاب تيلي ماتش، بيكون في عندنا مثلا اوقات بنعمل حج في الروضه، في ساحه الروضه بنعمل فطور جماعي، بنعمل لهم اي اكتيفيتي بدهم اياه. لكن خارج مبنى الروضه صراحه مش كثير بفضل خروجهم، يعني انشطه بتكون داخليه. يعني داخل الروضة جميع النشاطات تغطى، كانوا برا وأحلى من برا لأنه أنا بخلق لهم جو جو الروضة جو، لكن برا صراحة لا بضل كتير قلقان عليهم، مطمن أكثر وأمان بالضبط أكثر. مرحلة كتير حساسة صحيح. وعمر كتير صغير صحيح. كل الاحترام وجهة نظر جميلة يعني. صراحة بكل صراحة يعني ما رح أجامل وأحكي بطلعهم بوديهم، لا إحنا خلينا جوا روضاتنا بالضبط. وإذا بدي أنقلهم بنقلهم على مكان بنفس نفس الأمان بالضبط. لأنه عارف شو السيفتي اللي موجودة هناك، نفس السيفتي كوادر فل مراقبة كاميرات، خلص الكادر اللي هناك عارف كيف يتعامل مع الطفل، فأنا ما أخذته من مكان وحطيته في مكان بنفس الكفاءة بنفس الأمان، فهيك بكون مطمنة. عدا عن هيك صراحة ما بطلع رياض الأطفال خارجيا نهائي. احنا عندنا تسهيلات ومرونه في التعامل من ناحيه الدفع، ما فيها اي مشكله. حكيتي كلمه قبل شوي خصومات، خصومات يس فبدنا كلمه مش خصم، خصومات. هلا صراحه في عندنا اكثر من خصم، خصم اشقاء، خصم متفوقين، الجناح العسكري كل الاحترام في لهم خصم يعني خلينا نحكي مميز بالضبط. خصم الطلاب اللي داخل المجموعه، طلابنا القدامى طبعا هذا لهم خصم كثير مميز. اي طفل داخل رياض الاطفال عندنا وبيطلع لمدارسنا برضه له خصم. هلا يعني شوف باب الخصومات كثير واسع، كل طفل وإله الكيس تبعه بالضبط، إله الحالة اللي ممكن أعطيه فيها يعني أعطيه خصم عليها. فهلا من ناحية خصومات ما في أي مشكلة، هم يزورونا وبعد هيك إن شاء الله تعالى كل الأمور المالية محلولة، مو صعبة أبدا. في تقسيط مريحة يس، مقسط على 8 شهور يعني سنة دراسية كاملة. في خصم للكاش أكيد، في خصومات للدفع كاش، في خصومات للشيكات البنكية المؤجلة. هلا صراحة كآلية دفع قلت لك ما رح يلاقوا أي مشكلة معنا، إن شاء الله أنا بقدر بساعدهم بالطريقة اللي بتعجبهم. أكيد مدارس الذكاء بجانب عيادات البتراوي خلف السيوفية في الزرقاء الجديدة أو على فروع مدارس، أي فرع من فروعنا مدارس التميز برضو خلف السيوفية، عوضة الهدف التربوية موجودة في الزرقاء الجديدة خلف شارع 36 بجانب صالة عجة للأفراح، وعندنا روضة الأطفال المتميزين الزرقاء الجديدة شارع الكرامة بالقرب من كنيسات الماري يوسف يس. أي استفسار عندكم بإمكانكم تتصلوا على هاتف 0799110077 ومزدعاء راح تكون متابعة معكم أولا بأول. وتحية وتقدير لكم جميعا لكل الكوادر التي تعمل في هذه المجموعة وعلى رأسها صاحبها السيد وسام عبدو أو سيف الحبيب، كل احترام مزدعاء. جهودك مشكورة وشاكر كتير يعني عن جد لجهودك معنا كل يوم عن يوم، يعني عن جد بصير فيه هيك تواصل أكثر مع حضرتك. وأي حدا عن طريق الأستاذ ضيف الله أكيد له سبيشال ديسكاونت.
وهيك متابعينا وأعزائنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من اليوم. مثل ما شفتوا رياض الأطفال المميزة التابعة لمجموعة ثلاثية الذكاء الدولية، احنا دائما بانتظاركم وبانتظاركم العديد من الخصومات. نلقاكم دائما على الخير وعلى المحبة. نستودعكم الله.